السلام عليكم حبايبي وحبيباتي، كي راكم دايرين؟ كاش برد، كاش حمان، ما توحشتوني، ما سقسيتو عليا، ما والو. هيا نبدا معكم. بسم الله، انا توحشتكم وراني اليوم درت لكم فيديو شابه ان شاء الله تعجبكم. هيا ونقول لكم نبغيكم ونموت عليكم. نبداو بسم الله. اليوم خواتاتي راح نوريكم واحد المعينات غير هكا شويه شريتهم. نقول لكم كانت عندي واحدة الشحيحة، هيا ذبحتها حليتها، هيا روحت للسوق نشري، رحت للجرب، من بعد نقول لكم شا شريت بها. دوك نوريكم هذه الشوية وموراها نوريكم الشوية واحد الأدوات للتنظيف، عفوا للتنظيم تاع لا شومبر تاعي والداخل في الخزانه، وكاع نتقاسم كلش مع خواتاتي كيما قلتوا لي. الوغ نبداو بسم الله. هنا رحت للجرف يا اخي اللي تسكن هنا في العاصمه، تعرفوا الجرف تاع باب الزوار، شريت منه المهم واحد الدوزان نحتاجهم. يعني انا رحت نشري العفايس غير اللي نحتاجهم، بصح صدقوني كي نلقى حاجه عجبتني لا بغا صغيره دير 5000 واش نديرها، نشريها مغمض عينيا وصاي. الغالب عجبتني لا غالب. هادو شوفوا البلارات لقيتهم راهم علامه، شوفوا روعه، شوفوا رخاص. ها هي كيما راكم تشوفوا فيها، ها هي فاميل، ها هما شوفوا الغلاق تاعها راكم تشوفوا فيه، ها هو، ها هي هذه دير 20000 للوحدة، أنا شريت 5 ب100000، يعني 5 ب100000. شوفوا ما شاء الله روعة. ها هو الغلاق تاعهم. هنا شوفوا تعرفوا فاش عجبوني، كي جايين كاري ما يدوش بلاصه، يعني كي تحطوهم وحده حدا وحده يجوا سوا سوا كيما هكا، ماشي كيما هذوك اللي جايين مستطيل ولا جايين مدورين يدوا البلاص. انا هذو شو بغيت ندير فيهم؟ بغيت ندير فيهم الزيتون اللي درته معاكم في القناه اللي طلبتوا مني باش نوريكم طريقتي في ترقيد الزيتون ولا تخليل الزيتون. هذو زوج راني باغي نديرهم للزيتون، وهذو ثلاثه راني باغي نديرهم لغرض اخر. من بعد نوريكم التنظيم تاع المطبخ تاعي كيما طلبتوا مني وقلتوا لي نعطينا حنان، ما تزحفوش عليا، راني طولت عليكم شويه بصح راه جاي الفيديو ان شاء الله. هذو قلت لكم ذامي للوحده. شوفوا الزجاج تاعهم صولي، وشوفوا الحديد تاعهم، وكي تغلقوا عجبوني، كي تغلقوهم مزيرين، يعني حتى ديروا مخللات ما راكمش مضطرين باش ديروا بلاستيك ولا ديروا الومنيوم ولا هذاك السيلوفان ولا لا، غير هذا الحديد الغلاق تاعهم شوفوا ها مزير بالبزاف، ما يتعفن لكم التخليل تاعكم ولا تنقيد ما والو. وديروا ثاني فيهم الحبوب تاعكم، القهوه، السكر اللي بغيتوهم. انا زوج قلت لكم واش راح نديرهم وثلاثه خليتهم، من بعد نتقاسمهم معاكم ان شاء الله. هادو تعرفوا راهم في الجرف، راهو عند واحد راه داير سولد، حانوته نورمالمون تعرفوه اللي مضاري تروحوا للجرف، راه حانوته بسكالي، تدخلوا مع الزنيقه وين تكارو في البارك، الزنيقه الوسطانيه اللي ماشي الوسطانيه اللي جايه الاولى سيغ لا غوش، راها غير تمشوا مع هذيك الزنيقه تو دغوا تروحوا قباله، راه قدامكم ثم مخرج الماعين في السكالية برا، راه باين داير السولد بزاف الماعين. وشريت هذا دوك نوريكم المنظمات، هو شريت عليه هذا وشريت عليه هذا المغرف المغرفه تاع التسقيه، ها هي كما يقولوا غرف، حنا نقولوا مغرفه تسقيه. هذه 20000، ها هي هذه ليش شريتها؟ شوفوا اينوكس عجبتني هذه، هبلتني هذه، شريتها باش نرفد لي صوص طوماط باش ندير لي البيتزا هكا، ولي صوص طوماط ثاني اللي بغيتو، لي صوص بلونش للاخرى، صوص دو فرماج، صوص بيشاميل اللي بغيتو، المهم الحاجه صغيره شابه. شوفوا مينيون تبل على هذا السيد، هذا شوفوا عجبني، هذا بلا بيتزا، هذا يدخل للفوغ، هذا طيبي به في الفوغ وبريزونطابل ثاني تحطوا به في الطابله، ها هو راكم تشوفوا فيها، هي البيتزا في الفوق. انا كي قال لي هذا مدام يدخل في الفوق خلعني، قلت له نديها فيك بليزير، اديت واحد بغيت نسيه ونشوف. هذا يدير 30000، ها هو كيما راكم تشوفوا البيتزا، ها هي مصوره، يدير 30000، ها هو لوميناخك، ها هي لا مارك تاع لوميناخك معروفه، نوعيه جيده، فوالا
وها وكاين حانوت واحد اخر راه جاي كاع في الزنيقه الاخره كاع الاخره كي تخرجوا من باب زوار كي تكملوا كاع الحوانت راه جاي في الاخره وين البارك. المهم راه غير انا نظن هو لو سيل اللي راه يبيعهم هذا ثاني 30000 بصح ماشي تاع الفوغ. هذا انا شريته شوفوا ديروا فيه لي طاخت تاع عيد الميلاد ديروا فيه باتيسري ديروا فيه اللي بغيتو يجي سيغتو لي سالاد ديروا لي زوغديف فيه تنوعوا شويه شويه من نهار رمضان وجاي رمضان ان شاء الله يا ربي ديروا فيه واش حبيتو. انا شريت غير واحد هذا ثاني 30000 هذا الطبسي 30000 ثاني على واحد اخر وشريت هذا شوفوا شريت هذا غير انا والديواني هذا شوفوا كيعجبوني شابين. هذا حانوت واحد اخر اللي شريت عليه هذا الطبسي ثاني 30000 لقيته يبيع هذا ب 15000 هكا الطاس والسوطاس تاعه 15000 شوفوا كي شابين. شريت زوج بصح تعرفوا كي خرجت من عنده ندمت لي ما شريتش سته اونسي جام يجيك ضيف زعما تاع تاع كل يوم في الكوزينه. انا هادو شريتهم يوميا في الكوزينه هادو شريتهم غير انا والكبده ها توي موا انا وياه برك انا والديواني الديواني راه فرحان هيا هذا شريتهم شوفوا هذا 7000 للواحد هذا انا شوفوا الديواني هذا لا يدير 7000 نقوله يدير 3000 باه ما يزكيش عليا شكون اللي كيما انا هذا يدير 7000 نقوله يدير 3000 باش ما يقوليش دراهم راه حوق في الفتايت قليتها عليه شوفوا 7000 للواحد 7000 70 دينار 6000 للواحد قلت له هذا تعرف غير 4000 محمد 4000 وهذا قلت له 2000 ها هما وتا هذا غير 2000 ما نكذبش عليكم هيا دوك نعطيكم البريس هذا يديروا 7000 للواحد 7000 شريت ثلاثه بصح ندمت اللي ما شريتش خمسه ولا سته. وانا كي ندخل الحانوت نتفلسف ما نعرفش شنو الحشانه داير زعما الحساب تاع الماعي وهذو يديروا 2000 5000 عفوا هو قلتها عليه قلت له سامي 2000 وما يديروا سامي راه يهز في راسه اسكت ما تهضرش بيناتنا صوص مي هذا سامي ها هو وهذا 6000 باسكو هو اللي صور فيا هايا قال لي وري لحبابك شوفوا كي شابين خواتاتي ها رمضان والله صدقوني ما شاء الله شوفوا تحطوا حطه كيما هكا تشروا واحد تحطوا فيه كيما هكا واحد ديروا فيه كي من هكا الابيض راه شايع ها كي من هكا كيما هذوك اللي تشروهم محط بهم بتاوعهم بصح هذا حنايا نفنوا شويه تبغوا هذو الصغار قاعد تعمروه بالصغار ولا بذ الكبار كاع كي من هكا شابين شوف داولي عقلي هذا ها هما وهذو رايح نزيد منهم ربعه نخليهم زعما في الكوزينه كوتيديان شابين بزاف عجبوني. المهم وها هما تاع التنظيم شوفوا هذو تاع الباب ديروهم في الباب تاع البلاكار يعني هذا يدخل ها هو هذو شوفوا لي يجوا في تاع لوغانيزاسيون يعني للتنظيم يجوا في الباب تاع تحت الليفي ها هو شوفوا ديروا فيهم واش حبيتوا لي برودوي ديتارجون تاع المنظفات الحبال هذو كل العفايس تاع الحمام تبغوا ثاني ديروهم في الحمام اللي عندهم الخزاين تاع الحمام ها راكم تشوفوا فيه وهذا فيه تاع راكم تعرفوه البنات اللي راكم شايفينه ها هو تاع ها هذا وفيه ثقابي هنايا اللي ما يديروش في تاع البيبان تاع الليفي ها هو فيه ثقابي تبغوا تعلقوهم كروشي من ديروهم في البالكون ولا في الحمام تاعكم شوفوا ما شاء الله. وهذا الصغير ها هو الصغير انا عجبني هذا بزاف الصغير هذا بيتيت ها هو شوفوا ها هو ثاني فيه هنايا تقابي وفيه هنا ونديريه في البيبان يقعد غير هذا يبان من الباب بصح ما يبانش بزاف يجي شباب شوفوا ها هو دوك نزيدكم هذا موديل ثاني جديد ها هو هذا 25000 هذا 25000 25000 ها فيه هنايا ونتاع الباب ثاني ها راكم تشوفوا خواتاتي ها هاني جبت لكم الجديد وهذا 20000 هذا 20000 20000 ها هو هذا 20000 وهذا 10000 هذا 10000 الصغير فاهمين ها هو 100 دينار هذا 10000 فوالا دوك ننظم كاع ونوري لخواتاتي في المطبخ تاعي وشريت هذه هذا واحد الحانوت راه في الحاميز ها هو في الدخله
في الزنيقة على سيغ لا غوش، يبيع يشوفوا غير صوالح غير الشابي زعما عندها غير جديد. هذه تاع لي فيون ديروا يعني الحبل تاعكم باش ما يضلش يتقايس ويطايش وكاع. كي تكملي تغسلي تحطي هنايا وتدخلي هذه في العين تاع لي في هكا كيما هكا. ها هي كاين هذه وكاين اللي صغير عليها، هذه دير 15000. ها هي وشريت هذو لي فونتوز، ها هما هذو قال لنا مولاهم متان، مانيش عارف انا باش ندير فيهم واحد الفايس في المطبخ من بعد تشوفوهم معايا. هذو شحال هذا؟ والله ما شفيت هذو الشيرات البنات. وشريت هذو 2000 للوحدة، هذو ها هما هذو غير واحد الشيباني مسكين شريتهم عليه عجبوني، دوك نوريكم شنو غادي ندير فيهم. ها هما المهم مسكين طاني زوج، قال لي هاكي هدية من عندي شريت عليه. هذو 2000 للوحدة ماشي غاليين بصح شوفوا حنا نشوفوهم تشوفوهم كيما هكا تحقروهم، صدقوني التنظيم تاعهم هايل. كي تنظم دوك تشوف كي ينظم نوري لخواتاتي ان شاء الله. 2000 للوحده، شريت وحده زوج 3 4 5 6، طاني زوج هو، انا شريت 4 وهو طاني مسكين زوج، قال لي هادو زوج ديهم من عندي. شريت هذا السليله، ها هي سوندينا، انا حوست في البلون سيد قال لي ما عنديش، بصح كي زدت دنيت شويه نزيت لقدام لقيتهم في البلون، يا قلت معليش. هذه 10000. وكاين البنات كي تروحوا للجرف دوروا سقسوا ماشي طخوا على راسكم وتشرو، صدقوني هذو كاين اللي قال لي 15000 وكاين اللي قال لي 20000. اما لينا لقيت واحد الشيخ يبيع فيهم سوندينا 10000، دوروا ماشي غير اللي تصيبوه يبيع تشرو عليه، لازم كاع دوروا. هذه 10000، هذه ثاني اللي باغي ندير فيها واحد الدوزان باش ننظم. وشريت هذو عجبوني بزاف، ها هما هذو راكم على بالكم بلي عندهم شحال ملي خرجوا العام اللي فات، ولا انا ما نشريش حاجه ماشي تخرج حاجه نطيح عليها نشريها، حتى نعرف شنو راني باغي ننظم وش راني باغي ندير باش نشري، زعما ما عنديش هذيك الطبيعه تاع المعانده لا، حتى نعرف روحي زعما راني فريمون محتاجتها حتى تفوت عليها عامين 3 سنين من بعد كي تعجبني ونعرف شنو راني باغي ندير بها وننظم بها كي نفكر عادك نشريهم. هذو راني باغي ندير بهم تنظيم، انا مانيش باغي نديرهم في الثلاجه وبالك نبدل رايي الله اعلم، المهم اني باغي ندير بهم تنظيم في البلاكارات. هذه 10000 وهذا 10000، هادو يديروا 20000 في زوج، ها هما شابين وكاين اللي ما يعجبوهاش كل وحده والكو تاعها. وشريت هذه ماريا بنتي، شوفوا ماريا بنتي انا قلعت لها الكوش ملي كانت في عمرها قولوا عام ونص، عام ونص هكاك ما ديروش عليها اشواق بنتي، ملي كان في عمرها عام ونقول لكم ربع شهور عام ونص هكا، المهم كي بدات تمشي قلعت لها لاكوش يا اخي. ما انا كنت نديرها في كنت شريت لها، راني مازال درك شريت لها السياج تاع لي بيبي كيما نقولوا حنا الحبوسه ولا المحبس ولا اكرمكم الله. اما لي درك راها كبيره راه عندها 4 سنين وصدقوني تخاف ما تدخلش للتواليت، السياج هذاك تاع الكبار هذاك اونغلي ما تبغيش تقعد فيه، خلونا من تاع العرب هذاك ما تبغيش تقعد فيه، انا ما عنديش تاع العرب عندي هذاك تاع اونغلي هذاك السياج، اما لي ما تبغيش تقعد فيه شوف وتكتلوها وما تقعدش فيه. شريت لها هذا، هذا يدير 80000 فوالا عند هذا السيد اللي قلت لكم راه في الجرف راه في الدخله في الزنيقه راه على لاكوش. شريت لها هذا ب 80000 ضروك راهي تقعد فيه اليز تحطوه فيه وسط السياج يعني سبيسيال بوغ بيبي ولا اونفون صغير ولا تحطوا هكا عادي ومن بعد كي زعما تغسلوه منا كي ترشاه وكاع تغسلوه عادي. هذو هما دوزاني دوك نوريكم واحد الحفايس نسيت هذو الاهم يعني المهمين. هذو ها هما هذو اخواتي ها هما هذا هذا هذاك الطابور البنك ها هو كنت ديجا شريته من الجرف ووريته لكم قلت لكم الا احتاجيته نشريه، الوغ راني محتاجه تهضروك في البلاكار تاعي باش ندير تنظيم. هذا يدير 60000 جو كخوا، هذا 60000 ايه هذا 60000 ها هو ها هو كيما راكم تشوفوا فيه هنايا دوك كي ننظم به نحطها لكم. ها هما لي بي تاعه وهذو ها هما هذو لي بي تاعو تحطوه تفركتوه كيما هكا تحلوه وتحطوه، وهذا اللي شويه صغير هذا هذا سوليد على هذا بصح يرفد صدقوني يرفد باسكو هذا فيه هاك وفيه هاك وشنو هذا صغير عليه. ها هو هذا يدير 50000، انا كي قلت له علاش هذا 50 وذا كبير 60 علاش لا ديفيرونس اللي بيناتهم قال لي هذا فيها وهاك زعما سوليد على هذا، هذا ثاني سوليد ها فوالا هذا 50000. هذو هما مشترياتي اخواتي،
راه باقي واحد العفسه شريتها دوك نتقاسمها معكم تدبيره ان شاء الله. اونسي جامي تكون عندكم في الدار. هذو هما دوزاني، ما تنساونيش. وهاك لاختكم الحنونه، انتهلاو، نحبكم نموت عليكم. والوصفه تاع التداوي راهي جايه، ما تزحفوش عليا، على بالي اخوات باغين يدخلوا. وروتيناتي وطيابي وطبخي وكاع نتقاسم معكم كلش، ونقول لكم بقاو على خير. نبغيكم نموت عليكم، مع السلامه. انتهلاو انتهلاو، وراي تعجبني كاع تعليقاتكم، وما شاء الله عليكم، وربي يفرحكم ويحقق امانيكم. مع السلامه، في امان الله. ها اي بالسلامه.